وصلني إيميل وايد عجبني من أخونا يوسف يسأل عن يعني في فيديوين شافهم من عندنا وفي سؤالين عنده يبي يعرف شو السالفة إحنا إيش قاعد نسوي في الفيديو. فكاتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوي ودي تفيدني بعد ما شفت لك فيديو باليوتيوب ألاحظك تنقص بالأوزان، هذا إيش معناته؟ تضخيم ولا تنشيف ولا عادي يسويها أي أحد؟ وأبي أعرف وش يعني الديد ليفت، وشكرا لك أخي الغالي. إنزين، طبعا أخوي الديد ليفت أكيد شفت فيديو مالنا اللي نقول إنه عشان نطلع سكس باك يفيد إنه تسوي سكوات وديد ليفت. طبعا سكوات عرفت شنو يعني، الديد ليفت هو أخوي شفت مثلا تأخذ البار تخليه على الأرض وتحط أوزان وتقفله، عقب تشيله من الأرض تحط يدك تيود البار وترد توقف كذي فوق وترد تنزله وترد تجيبه فوق وترد تنزله تقطع على الأرض، هذه هو الديد ليفت، هذه هو التمرين حق يطق عضلات أسفل الظهر. بس طبعا هو يشغل أشياء ثانية غير الأسفل الظهر، يشغل الجسم كامل، فهذا يفيد نفس ما قلنا احنا في الفيديو ذاك حق ان تطلع سكس باك وش اسمه وتشيل الكرش. انزل المهم احنا نرجع حق سؤالك، يقول لنا يعني يسألنا في فيديو احنا انا وطارق كنا نتمرن، طبعا طارق رفيجي نسميه الطاكس حق الأوادم اللي ما يعرفون النكنيم ماله، فانا والطاكس كنا نلعب سدر، انا كنت العب سدر وهو كان يلعب ظهر، وكنا ننقص في الاوزان. طبعا التنقيص في الاوزان هذه في البادي بيلدينج الترم ماله اسمه دروب سيت. انزين فشنو هو الدروب سيت؟ الدروب سيت هو عمليه تنقيص الاوزان، انزين، عشان ما تريح العضله، هذه فكرتها كذي، عشان ما تريح العضله وفي نفس الوقت تخلي التمرين يواصل وما يخلص، فاهم علي؟ يعني الحين مثلا انت اذا خذيت وزن خلينا نقول 20 كيلو، حلو، لعبت 4 ل 6 تكرار بايسب، حلو، الحين انت قاعد تتعب فبتقوم بتسوي هاللون، بتقوم تعفز تعرس شو اسمه تعوي ظهرك وترفع وذي، فما شو الفايده اذا انت قاعد تلعب غلط بوزن ثقيل؟ فالفكرتها انه شنو، انه تقط الوزن تاخذ وزن اخف في نفس الوقت وتلعب تواصل التمرين، اول ما تتعب تقطه تاخذ وزن اقل. طبعا هذه يفيد في اربعة اشياء الدروب سيت، طبعا مو حق المبتدئين، هذه الدروب سيت حق اوادم مواصلين في النادي وواجهوا طوفه، ناس ما يقولون طوفه، طبعا احنا نلعب طبيعي، لا ستيرويد لا هرمون لا منشطات ولا هم يحزنون، فيعني لين تلعب طبيعي طبعا بتيك طوفه. زين، هذه الطوفة ما تنطاف، خلاص جسمك ثابت، تمارينك هذا هي، جسمك متعود، الوجبات هذا هي، خلاص جسمك تعود، انت داش النادي الجسم يعرف اوكي بيروح اول شي بيلعب هني هو بيروح بعدين بيلعب هني هو، جسمك يدري ايش انتش بتسوي. فالدروب سيت يعطي شوك، انزين، فناس ما يقولون تعذب الجسم، تودي في مرحلة عذاب، ان شو السالفة غير الريال، قام بدل ما يبتدي وزن خفيف ابتدى وزن ثقيل، الدروب سيت تبتدي وزن ثقيل، اثقل شيء تقدر تروحه تقدر تسوي 4 إلى 6 تكرار، زين، تنقص الوزن 10 إلى 20%، تروح 8 إلى 10 تكرار، تنقص الوزن بعد 10 إلى 20%، وتروح خلينا نقول 12 إلى 15 تكرار، حلو، وبعد تبي بعد مرة تبي تروح 4 جلسات بعد نزلة بعد 10 إلى 20%، وروح من 15 إلى 20 تكرار، أوكي؟ إذا يعني إن شاء الله نفهم شنو أنا قلت، يعني ما عقدت لك الأمور. فالمهم الدروب سيت الناس ما قلت لك إذا أنت مواجه طوفة ما تقدر تطوفها، هذه يخليك تطوف هاي الطوفة، جسمك ينمو، فهو مو حق تنشيف ومو أي أحد يقدر يسويها، هو حق ضخامة ومو بحق مبتدئين، يعني حق أوادم مواصلين في النادي مواجهين صعوبات جسمه ما قاعد يكبر ما قاعد ينمو، الدروب سيت يفيدك وايد، الدروب سيت بيخلي جسمك يرد ينمو ذي، لأن الجسم راح في حالة شوك، في حالة عذاب، قاعد تلعن قفده، فغصبا عنه يكبر، ف
فهذه الطريقة الجيدة حق إنه تضخم جسمك إذا أنت وصلت مرحلة خلاص جسمك ما قاعد يتغير. طبعا هنا يصير عقب 3-4 سنين مواصل في الجيم، ما يصير أول سنة سنتين. إنزين، فهذه هو الدروبسيت، هو زين حق القوة، يعطي تضخيم، يعطي لياقة، ويعطيك سرعة، يعطيك سبيد انتنسيتي، سبيد انتنسيتي، لياقة بالانجليزي نسيت، اندورانس، وش اسمه يعطيك شو يسمونه باور. فهاي الأربعة الأشياء اللي يعطيك الدروبسيت، يصير حق السدر في البنش بريس، يصير حق الظهر في وان ارم دمبل كير اللي تياوي الدمبل وتسحبه اللون على ورا حق الظهر، وحق الشولدر حق الاكتاف اللي هو حق الدمبل اللي ترفعه على فوق، وش يسمونه والحق الفخذ اللي هو السكوات او الليج ريزز تقدر تسوي في دروب سيت. حق الفخذ الخلفي تسوي هذه اللي انت منبطح وترفع ريلك على ورا تقدر تسوي في دروب سيت. حق البايسب البار تقدر تسوي في دروب سيت او دمبل. والترايسب اللي هو شو يسمونه الكيبل اللي تسحبه على تحت اللي انت باطله، او مثلا الكيبل العادي المثلث. فهاي هما التمارين الوحيدين اللي تقدر تسوي فيهم دروب سيت. اما التمارين الثانيه ما يصير، يعني ما يصير كل تمرين، اذا عندك 5 تمارين صدر كل تمرين تسوي دروب سيت، لا، اول تمرين بس اللي هو البنش بريس تسوي فيه الدروب سيت. ان شاء الله استفدت، ان شاء الله فادك الفيديو. المهم لايك اذا عجبك الفيديو، سبسكرايب اذا لحين ما سويت سبسكرايب، شناطر اخوي يوسف، سوي لنا سبسكرايب، ساعدنا شوي. في النهايه شنو خليك، شنو خليك وحش.